شوفي معايا حاجه، انا النهارده مش هقول لك فوائد التفاح، فوائد المانجا، فوائد الموز، لا انا النهارده جايبه لك فواكه، وعايزاكي بقى ورقه وقلم معايا كده عشان تكتبي قيمه الفواكه. بصي يا ستي، الفواكه فوائدها رقم واحد المساعده في التخسيس، خفض مستوى الكوليسترول والدهون، التخلص من مشاكل الهضم والامساك، الوقايه من امراض السرطان، الوقايه من امراض القلب، الوقايه من امراض السمنه، الوقايه من امراض فقر الدم، كل ده الفواكه بتقي منه. الوقايه من امراض ارتفاع ضغط الدم، الوقايه من البرد والانفلونزا، كل ده من الفواكه، كمان معايا حمايه الجسم من امراض السكر. عايز اقول لك الفواكه بتعمل كل ده، فانا النهارده جايبه لك الفواكه اللي دلوقتي موجوده في السوق وفي اي نوع، اي ماركت، اي اسواق، اي حته ده، واحنا ماشيين بالعربيه كده بنلاقي الفواكه، الفواكه مع الباقه، الباء اسمهم ايه؟ الباعه الجائلين، يعني الناس اللي هي ماشيه في الشارع دي مع جميع انواع الفواكه. انا عايزاكي تستغلي الموسم ده جدا، وطبعا انتوا عارفين بنطلع من موسم على موسم، احنا طالعين من الصيف وداخلين على شتاء، تلاقي معظم الولاد تعبانه، انا عايزاكي تقويهم بالفواكه. عايزه نبعد شويه عن موضوع الحلويات اللي احنا بنجيبها للولاد والكاندي، لا ركزي معايا في الفواكه. طب انا ولادي ما بياكلوش الفاكهه بالشكل اللي هيشوفوه النهارده هياكلوه، انا النهارده بقدم لك اكتر من شكل.